وين؟ المخيم حوالي اخوالي. يعني شو الصحراء ولا مو صحراء؟ لا مو الصحراء، مو الصحراء. والله يلا جولة للتاريخ، كيفك يا بعدين من التاريخ. الحوش؟ الله يسعدك، انا منيحه، كيفك انت؟ والله كثير منيح، اشتقنا لك. الله يحفظك، ترى انا جبتك عشان الإنارة ما شاء الله، عشان تقوى. الله يسعدك. يي هاي كلها بيبسي؟ لا شو هذا، تشرب مشروب، من اطرميز انت بيبسي؟ شو هذا؟ لا مشروب طاقة. يو صحتك يا اخي، صحتك. صحتين هنا. لا صحتك، مو بقول لك غير هذيك واحدة ثانية، صحتك يعني دير بالك على صحتك. كيف يعني؟ يعني شنو هذا تشرب البيبسي؟ هاي مو منيح، هذا كل هالقد تشرب ما انا ما شاء الله، شوف لي انت ما ترهق شاء الله عظامي. يا عيال، كبسوا في المرة. شوف لي ما شاء الله انت جميلة، تريك ما شاء الله تدق في البيبسي، بدون بيبسي ما شاء الله. شو اللي كان بدي اشرب قدك؟ هاي مشكلة. غني عندك علم لولا، يلا عندك علم لولا باخر قراراتي، الله صرت انت من اليوم خارج حساباتي. الله ايه راح اعوف سنين انت ومعاناتي، انت ومعاناتي، وبس انت خسران، والمثل ما يتعوض، ما تلقى انسان واو بهذا الوقت قلبه بيض. لا ظنني بيوم، بالعكس حالفني الحظ الكانسان، ورهنت نفسي يا غيرك وخسرت رهني. يا سبع ورود، سبع ورود. دقيقة، في سعود بدي والله، كفو غني كفو والله، شو هالصوت؟ غني شكلنا يا لبني. جماعة على الورد. والله ما اعرف، ما اعرف لا يا غالي، اول مرة اسمع به. تكبيسكم تكبيسكم، الله يحفظكم. ما شاء الله الدبل، ترى نظام اني مشغل اغنية، فهمت؟ وانا قاعد اتحمس. لا بالله بالله، عن جد انت وين؟ يعني هذا شو؟ مخيم، مخيم هذا اسمه مخيم، طبعا يكون بجنب البلد او بجنب الديرة. الله قديش حلو، بس مو برد ترى، بكثير برد. قديش الحرارة عندكم؟ الطقس ايه شكرا. مشمس، لا مو مشمس، اليوم في الليل. انا بس شنو بشمس؟ لا والله جد درجة الحرارة 5. ارحبي، ارحبي شو ارحبي، طول بالك، قول لا اله الا الله. هذه طول حية ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. بس لك سؤال يا اخت روان. تفضل اخوي. يوسف نور، انت تشجعين برشلونة؟ كل يوم يذبحني، لا انا كل يوم يذبحني محب، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس، انا كل يوم اذبحني محب يا ناس. ترى هذه اغنيه ما اعرفها، بس هذا اللي حافظه منها. الله الله عليك، والله بحفظها انا، كل يوم يذبحني محب يا روان. سلامات روان سلامات، الله الله الله، شو روان هالبتاع؟ روان، يعني ما شاء الله عليك، ما شاء الله، اللهم لا حسد، ما شاء الله. الحين انت لو جيتي بتنامين تطفين النور تتأذين؟ ما بتأذى ليش مثل طيب؟ القطة بسبع أرواح، ما يصير لي شيء. ليش انا قلت طبقي من فوق العماره؟ لا اقصد يعني ما شاء الله جيت بتنامين، ما شاء الله. الله يسعدك ما شاء الله. لحظه ممكن انت مو ذاك الجرحني وخان بيا، لحظه ممكن ش عندك شلون ما بعرف. جاي عندك بعد، يا جاي عندك بعد ديش الآذية. الله ما شاء الله ما شاء الله، حتى الله الجزائري يقول لك مهضوم، صار يحكوا مثلي مهضوم، بيقول لك من صديقك الجزائر. ضحكني شافعي والله. الله يسعدك، ايه ما شاء مهضوم الله. مهضوم، هو كيف مهضوم يعني؟ سعود. تدري ايش معناته عند المهضوم؟ لا لا انت خد المعنى الكويس، يعني ليش انت تدقق في الامور؟
مهضوم يعني دمك خفيف هيك يعني، يعني بتضحك. الله يسلمك، الله انت يسلمك، كثير كثير مهضومة الله يسعدك. ما شاء الله. الحكم الأول، الحكم الأول، الله، الحكم الأول. الحكم الأول دقيقة عليك، دقيقة الحكم الأول عليك. دقيقة، اصبر. دي جحفلة جولتين، معروف البرنامج هذا، جحفلة جولتين. اخت روان، شكرا جحفلة جولتين مدن. الحكم الأول عليك ترى. يا أختي، جولتين. الجحفلة معروفة بالبرنامج هذا. يلا يلا أعطينا، أعطينا حكمك، أعطينا حكمك، أعطيني، أعطيني، أعطيني حكمك. هاي يا ضيفوا خلص، الدعمين، ضيفوا لي، ضيفوا يلا لي. إيه جولتين. اوكي جولتين بدك اياه. يلا جولتين، جولتين يلا. لا انا برد بس على قلت لي الحكم الاول، قلت لك لا الحكم الاول. يلا لا قولي احكمين، عشان لو فزت عليك بحكمك الحين. اوكي الحكم الاول، تورجينا على المكان وتطلع برا هيك وتتصور، واذا اجاك ذيب من بعيد تسلم عليه، اجاك اسد، اجاك شيء، يعني فرجينا المنطقه الصحراويه. هذا الحكم انت الاول. حنا الله، الله يحفظك، كلب ما يجي عندنا، من قرض الحيوانات عندنا في ديرتنا. طب فرجينا، يعني حلو الصراحة، يعني أنا نفسي أروح هيك بس أماكن. الحين ترى بيجوني الفانزات وكذا، فهمتي؟ أنت في الصحراء في شو اسمه هذا المخيم؟ بالمخيم يدلونا، المخيم فانزاتي ترى قريب من مني طب مره. حلو، خليهم يجوا يبثوا وراك هيك، يصطفوا ورا. طب خليك ودود مع الفانزات. يو انا ودود يا اخي، ودود ودود، بس هنا المكان يعني مو لي، فهمتي؟ طيب مو إلك. أوكي الحكم الثاني، ايوه افتح الانستغرام ولا السناب وقرأ لنا آخر 5 رسائل من ناس غرباء ما بتعرفهم. افتح رسائل جداد هيك، اقرأهم على لا تعين ضروري. بدون أسماء. لا هذا حكم المشكلة ثالث. جو معي جوال واحد. أوكي طيب الحكم الثالث، بسألك أسئلة بتجاوب عليها بصراحة، كتير بصراحة، تفضل تفضل، 3 أسئلة. سمي سمي. السؤال الأول، شو أكثر مرة خفت فيها بحياتك ومن شو؟ أقول خفت مرة بحياتي، مرة واحد. عد السؤال. شو أكثر مرة خفت فيها بحياتك، يعني حسيت في شعور الخوف؟ لا عظيم، على قد مكة وين؟ لا لا غير هذه. مرة كنت ماشي دبل بسيارتي، ايه قاعد اطقطق في الجوال، الدبل عيال، الدبل، الدبل، اي اي الدبل، ايه كنت ماشي المهم، بسيارتك وتطقطق بالجوال بعدين. واطقطق في الجوال، دعست شيء، دعست يعني شيء، كان كان ايه المهم قمت، جتني من الركب، خفت. يوم انا اخذت فوق تحت على الشارع، شفت ناس كثير متجمعين، قلت بس صارت، خلص دعست لي، يا دعست لي آدمي ولا دعست لي طفل ولا شيء زي كذا. لا إله إلا الله، صعبة والله. يا الله يا الله وصلتهم، يي والله العظيم يوم وصلتهم لقيتهم متجمعين على البس، بس ميت من زمان، بس اني دعست ثاني مرة. الحمد لله. طب الحمد لله، الحمد لله. أنبني ضميري، أنبني اي ضميري. صح والله، هو صعبة بس الحمد لله مش بني آدم. وليه ما أصعبها إذا الواحد دعس حدا عن جد؟ الحمد لله. شعور أقسم بالله. لا صراحة صادق. السؤال الثاني، اسألي تفضل. كم مرة حبيت بحياتك واحكي لنا عن التفاصيل. لو بحكي لك البكرة ما نخلص. اشرب اشرب. يعني انت عمرك 20، شو بدك تحكي يعني؟ تفضل احكي معك. طويلة السالفة، طويلة طويلة، ما أقدر أتكلم. ولكن انت لسه امبارح، يعني امبارح فتحت تيك توك، امبارح لسه بعدك دخلت جامعة. شو ما انت لحقت تسوي ما شاء الله، يعني سريع كل هاي المغامرات. صح، مو مغامرات، تجارب، هذه تجارب. تجارب نعم. قال، بيقولوا خليه يحكي، والله النعم بيكتبوا لي. طيب كم مرة؟ وفوق 20. يعني كل سنة واحدة ولا شو؟ يعني هذه هذه الحياة، هذه الحياة تجارب يعني. الله يسعدك. بس يعني هدول يعني 20 وين مثلا بتشوفهم في الكومنتس ولا وين شوف بتشوفهم؟ الصراحة، مو أنا أحذفهم، هم يحذفوني، يملون مني الصراحة. يوه بس الآن أحب واحدة، أبشرك، مبسوطة معي. الحمد لله، يلا أمنا أمنا عليك، الحمد لله. الله يسلمك. ومتى إن شاء الله للعرس؟ ما تبي، كلمتها قالت ما أبغاك. يوه ليش؟ ما أدري يا أخي، قلت ما أبغاك، قلت ليش؟ قالت ما عندك شنب، قلت ليش؟
لا يصح لها. وين حطوا له شنب يا جماعة؟ بعتوا له هاي الشنب. عندك شنب ترى. عندي شنب بس انه ما يبين، هو شوي شفاف. آه بس والله سطحية هالبنت صراحة، ما تفكر يعني، تركت كل شيء ولحقت الشنب. شو هذا؟ اي ما والله قالت عندك صوت، عندك شخصية، يعني محترم والوسامة. ودور، والله ما قالت كل هاي الأشياء. لا والله مشكلة، هذه مشكلة الحياة يعني. ها شوف الشنب، حتى أنا عندي شنب. يلا يلا اسالي اسالي بعد. وعندي كنان الله يسعدك عنده. انت ابو الجحفل، انت ابو الجحفل، اي انت ابو الجحفله، وين قلبي؟ ترى جحفلتي نحاش يا اخي، بطلت ما العب. شكرا شكرا، ايش مدح. يا اخي، يا اخي ليش كذا يا اخي؟ شكرا والله. ليش زعلان؟ انت دائما بتغلبني ترى. طيب ايه جرحفه، جفلحه جفلحه. لك شكرا يا مدد، والله ما قصرت، تسلم. يا اختي الغاليه، لا شوف هالمره جولتين، لك شو آخر واحدة؟ يلا هالمرة جولتين يعني. يا عال كبسوا في المربع، اللي ما يكبس لا يكبس، لا اللي شكرا ما مدد، كبس لا والله ما يكبس، اللي ما قصرت، كبس كبس كلك قصدي. ذوق. بالله كلكم كبسوا يا عيال. ايه وانا اللي عندي كبسوا، ما شاء الله عليكم كبسوا ترى. شوفوا بجيب لكم معلومات واشياء وفعاليات كبسوا. لو اقول لك اني قلبي قد نسي حبك حتزعل. الله امشي يلا يا حبيبي، لملم عذارك وارحل. لو اقول لك اني قلبي قد نسي حبك حتزعل. امشي يلا يا حبيبي، لملم عذارك وارحل. الله الله، تدرين اني، تدرين يشبهوني في مين؟ مين؟ القمر. ما شاء الله. الله يسعدك والله، الله يسعد ايامك يا رب. الله يسعدك. تدرين انت من تشبهين؟ مين؟ العجينة. ليش؟ ليش؟ سريعة الهضم. قصدك مهضومة مهضومة، ايه هي سريعة الهضم. يا ريتك ما حكيت والله. ليش؟ انت ما تقيم مهضوم. الله يسعدك والله يا سعود، الله يخليك، راح اعتبرها مجاملة يعني. والله اني اقصد كذا، والله اني اقصد حقتك المهضومة هذه والله. الله يسعدك والله. الله شكرا يا يسلمك. جماعة، لو سمحتوا كل واحد يا ثلاث اللي ما كبسات، كبس لك هو يا عيال عنده ترى كبسوا. كله تكابيس هدول، فيلا كل واحد، اذا كل واحد ثلاث كبسات ترى طيب. انا بغي، وان كان لك قلبي يزعل. الله انا بغي الله على ذا الليل، لو كان ما جابك اشتاق لك بالحيل، ليطول غيابك الله على ذا الليل، لو كان ما جابك اشتاق لك بالحيل، ليطول غيابك ويلي هويتك ليل والصبح قفى بك، والله مات الحيل واقف على بابك. الله الله الله، يا عال الدبل الدبل شكرا الدبل على الدبل الدبل الورد، الدبل 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 شكرا عيال، على الورد، كفو والله، شكرا شكرا. أحلى شباب يا جماعة، أحلى سنين كفو كفو كفو، كمان كمان شوية أحبابي. وردات، شوي شوي. عندي تشبيه ثاني هذا أقوله، صراحة يعني أنا خايفة صرت يعني شكرا، ولا يهمكم شباب، شكرا. مثل يا عيال الدبل 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 يا عيال الدبل الدبل. تحدي ما اقول يا رب، تحدي ما اقول يا رب اسد وجاسد، يا رب اسد يا رب اسد يا رب اسد. يجي عندي ولا عندك بس؟ طبعا عندي يمكن يركض يهرب ويجي لعندي، ما تعرف. يمكن يا مواليدي 1900 وشي. أدب الشباب شو انا بتجحفلني، والله بتجحفلني، اعرف حركاتها.
كله الا هاي الانينه فظيع. انت ايش ما شاء الله برجك؟ انا ما بامن في الابراج، انت شو برجك؟ الثور. الله يسعدك الله يسلمك. الله يخليك. ايش تتوقع عن برجك لو سعيت ورشيا؟ شو الحين قال له الابراج شنو هذه يعني؟ شنو يعني ابراج؟ شوف الابراج علميا هي شو شيء غلط صراحه، عشان الابراج هي من زمان كثير يعني كانت مواقعها في السماء غير مواقعها هلا، فهن يضلوا يحسبوا على الحسابات القديمه، فانت تبحث عنها علميا هلا يعني خلاص برج الثور صار في غير مكان اللي هن بقى خلاص قررت اغير برجي. انت اصلا مش الثور، تلاقيك هلا تلاقيك برج ثاني. بحط برج خليفة خلاص لأنه طويل. لا والله جد، فهي مش يعني شيء، هي شيء مو علمي، ايش يعني مو علم لي؟ مو علمي. العلم عند الله. اي والله العلم عند الله. بتروح الجولة شكلها تبع بنات يا حرام. والله راحوا. سلام. الحكم الأول شو الحكم الأول؟ أنا أخذت جولة ترى ولا لا؟ عندك دليل جيبيه. الحكم الأول يا روان، والله مو جولة بجولة ولا لا؟ تسري لي بدرة برشلونة عام 2000 قديمة اللي جيك أصفر بقى. جولتين بيقولوا ايه، أخذت جولتين. جولتين يلا جولتين والله هن بيقولوا يلا عشان خاطرك والله عشان عيونك ولا ما نهديها. شكرا الله يخليك. آني من جرح قلبي جرح ما ظن يطيب، لحد يقول لي حبيبه كان ما عندي حبيب، مو مثل ما كان غالي راح اضيع لو لقيته، لا تذكروني بحبيبي اني بالقوة نسيته. الله اخ 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 تندم حيل، وان شاء الله طول العمر ما تنام عينك بالليل، ان شاء الله دمعك يظل طول الوقت بس يسيل، مدام عني تغيرت يجي كلبي أمنت، أخ أخ تندم حيل. الله 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 الله، والله كتير جميلة ما شاء الله عليك، الله يسلمك رائعة والله. هاي الأرحب. عاداني الوقت يا هواي، والله الوقت عاداني، الوقت مو دمع بتش العين، دم الوقت بتشاني. الله بيطلع ما شاء الله. أشم عطر الملابس، الملابس ايه وغفى بثيابك، يمو على المخدة غفيت أخفى على ثيابك، على ثيابك. عاداني الوقت، الله عاداني الوقت، والله الوقت عاداني، الله ظليت أقف مكسور على يدي، أخ ظليت أقف مكسور. ليه ليه يعني؟ يعني ما شاء الله. اسمع انت عم بتغني عم بيطلع هيك البخار من كتر مو برد. هذا ايش اسمه؟ شو هداك ايش اسم هذا؟ شو هو بخار؟ ايه يعني عم بيطلع انه هواء بارد من تمك من كتر مو برد، قاعد بالصحراء والله. نستالجا كيفك يا مايك ستة؟ بعدين اسمه كده زين. بسألك يا روان، تفضل. الحين برشلونة فريق برشلونة ترين انهم سووا معي عقد؟ والله قولي ليش؟ ليش؟ ألقط كور راني سريع. شو تسوي؟ ألقط كور مثل شو تريسي أروح ألحقها. أرحب يا دعم الأول، شكرا لك صديقي، هذا اللي جحفلني قبل شيء.
أسد أسد الله يحفظك أسد. شفت راقين هذول اللي عندي، شفت بيروحوا لعندك كمان. إي والله والله أنا الصراحة غلطان يا أخي، مضيع القمر الله يحفظه. الله ما فهمت بس اوكي. انت شو، ريال ولا برشلونة؟ سمي ريال ولا برشلونة انا ولا مين؟ سعودي، انا الله يحفظك سعودي، ايش اللي غلط والله هذا؟ احسن شيء. تدرين ان برشلونة اسم منطقة مدينة؟ ايه طبعا ادري اكيد. اسأليني ليش سموها برشلونة؟ ليش؟ والله ما اعلم. هذا صدق داعمك، نمزح يا اخوي نمزح، ايش الخرافات هذه؟ يا ليش عيال طبعا؟ شدوا، يا عيال شدوا. تدرين بكره كلاسيكو حق ريال مدريد برشلونه؟ والله جد؟ اب اب تدرين الدفاعي طفات؟ شوفي طفت، بلا فاز. والله الله يعينك صراحة. حملت الظن اليوم امي جابتني وريد خربتها، كانت حلوة والله. صدقين. سأليني ليش سموني سعود، ليش؟ سأليني بعد ليش، ليش سموك سعود؟ ما أعلم والله. تكبس شوي. راح نسكر. آخر ثواني يا الله، ايش الدعم حقك يا اخي؟ ترى بطلت انا ما العب والله والله اجى لعندك ودعمك ترى. يا اخي. ليش يا اخي ليش كذا يا اخي ليش ليش؟ اصحر انت، شو بدك فيه؟ والله اصلا اجى وسلم عندك، شو الله بدك؟ يسلمه والله، الله يسلمه والله. الله عاد يسعدك. اضيفه وراسله بالخاص اقول ادعمني بكره ولا تزعلين. لا انا ما بزعل والله اوكي عادي. يلا يلا عاد انا استاذن بروح انام. شو أسأل الله يخليك، بعد فيه حكم، استنى. تحكمين علي بعد اللي كل الحب والمودة؟ والله مودة، خلي المودة على جنب. أحكام. اسمع غني لنا شي غنية بس، يعني تكون مثلا أنا راح أعطيك احتمالات أوكي؟ تفضلي. يلا، وهالمرة من الكومنت لأنه حرام كتير كتبوا لي. عندي أغنية، عندي أغنية تحبي أحبها قلبك. شو بس أعطيني اسمها قبل ما تغني. قلب قلب وين وين لا غايب غني. علي يومين، لا تغيب أكثر حبيبي خاف أموت من الحنين. قلب قلب وين وين غايب علي يومين، لا تغيب أكثر حبيبي خاف أموت من الحنين. بس اسمع. بس 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 ميو بس 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 ميو. قلب قلب وين وين غايب علي. حلوة والله أغبى، يعني موسيقى تبعيتها بس 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 ميو. والله الأغنية الصراحة بوقتها كانت مرة بطلة. بعرف مرة كانت مشهورة. طيب بيقولوا لحظة لحظة لحظة، مو أنت لحظة ممكن انت مو ذاك الجرحني وخان بيا، لحظة ممكن جايش عندك بعد ذيك الأذية، الله. كافي اسكت خلاص. والله هذه اللي حافظها، بحفظها بعد شوي، بعد احفظها. خلص ماشي، الله يسعدك، انبسطت فيك والله. الله يسعدك يا رب، ان شاء الله نشوفك عروسة يا رب. نعم والله، انت كمان الله يسعدك. يلا مع السلامة، باي باي. واضح الخطة صح؟ شو؟ واضح الخطة، انت بعد عروس وانا عروس، واضح الخطة. والله انت اخي الصغير، يلا روح روح نام، باي باي.